اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم ايه معايا النهارده. واو ده حمام باربي الرهيب، هنفتحه بقى النهارده ونتفرج عليه ونركبه مع بعض. مش بس كده، ده كمان فيه حوض وفيه دش وفيه شامبو ومعجون سنان وايه، وفيه كمان عروسه باربي جوه. الله ده شكله جامد جدا. ماركه ماتال، صالح لاطفال فوق السن 3 سنين. تعالوا بقى نفتحه. بصوا بقى باربي كمان لابسه البونص بتاعها فوطه كده، شكلها جامد جدا. وفي كمان معاها مرايه معها اللي هو الايه، حاجات بتاعت الشامبو والايه ومعجون السنين والفرشة بتاعت السنين بتاعتها. واو تعالى بقى نفتح اللعبة من قريب نتفرج عليها. بصوا احنا كده بعد ما فكيناها، بصوا دي علبة الشامبو اهي لونها ازرق، نحطها بقى كده. وباربي برضو ماسكة شاور جل، شكله جامد جدا. وهنا بقى بصوا في ده معجون السنين، وفي هنا بقى حوض صغير، وبصوا هنا فرشة السنان الصغيرة لونها موف. الله وهنا بصوا بقى في فرشة فوطة صغيرة، وده الحوض، وهنا في المراية، وهنا في ايه المكان اللي بتحط عليه الحاجة، شكله جامد جدا. وعلى اليمين بقى ده الدش بتاعي، ودي الايه الستارة، ودي بقى باربي لابسة البورنوس، شكلها فعلا جامد قوي. الله بصوا حلوة ازاي. هنفتح بقى دوت كده اوكي. وهنا بقى ايه شكله جامد جدا جدا جدا. وهنا بصوا بقى ده علبة الشامبو في ايديه. الله شكلها جامد جدا. وبقى لما شعرها عشان تقدر ان هي تستحمى، وحاطه بقى ايه روج لونه بينك، وعينيها لونها زرقاء، شكلها جامد جدا. بقى تستحمى يكون شكلها نضيف قوي وحافي بقى، متعش تجهز ان هي تستحمى. واو عروسة باربي بصوا بقى دي ممكن نقلعها الفوطه على طول، بس هي لابساها بقى عشان بعد ما تخلص الدش تستحمى بيها. تعالوا بقى نشوف الدش فيه ايه من قريب. ايه ده بصوا دي الستاره بتاعتي. هنا بقى اول حاجه فوق كده في اللي هو الراديو اوكي على شكل حوض. هنا بقى هي بتستحمى لازم تسمع الراديو، تقعد تسمع في اغاني. وهنا بقى فيه الشامبو شاور جل، وهنا بقى فيه الايه الصبانه، وهنا بقى فيه الميه الساقعه والميه السخنه بتمشي فيه، وهنا الشامبو اللي فوق. وهنا بصوا بقى بتنزل المايه هنا عشان تقدر ان هي تستحمى ما تخرقش الدنيا بره، وتقفل على نفسها الستاره. والستاره لونها اسود مقلمه في ابيض، عليها ورد لونه بينك. هنا بصوا بقى باربي هنحطها كده جوه ونوقفها ونقفل عليها الستاره ونحميها. الله دي شكلها فعلا جامد قوي. بصوا هنقفل عليها بقى الستاره كده اوكي. واو بص بقى باربي تاخد بقى دش تحفه وتستحمى وتبلبل بقى في الميه وتكون مبسوطه جدا. تعالوا بقى نشوف الناحيه التانية تعمل ازاي. هنا بقى ده زي ما قلت لكم الايه الحوض، في الحوض وفي الفوطه، وفي هنا المعجون السنين ده بقى ما بتفتحش، وفي المرايه بتاعتها عشان باربي تقدر ان هي تتفرج على نفسها. وده معجون السنين بقى بتاعها الرهيب. الله شكله فعلا جامد جدا. بصوا بيركبوا بقى الاتنين في بعض كده وكده نكون اتفرجنا على كل محتويات اللعبه، وشفنا بقى باربي ازاي تقدر ان هي تمسك الحاجه بصباحها وتغسل بقى اسنانها ومعجون السنين والشامبو والحاجات بقى دي كلها، وتسمع بقى الراديو وتستحمى بقى وتاخد دش يجنن. يا بختها الله تطلع بقى ايه نضيفه فلة. واو دي كانت لعبه حلوه جدا جدا جدا، انبسطت بيها قوي. اتمنى اصحابي ان تكون عجبتكم. قولوا لي بقى رايكم بقى فيها في الكومنتات، وتابعونا في قناه العاب الاطفال، هنجيب لكم بقى اجزاء تانيه من بيت باربي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بليز ما تنسوش تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.